والثانية والثالثة محمد رضا بوبو يفتح اللعبة ناحية اليمين عمر كمال اقترب فيوتشر اقترب فيوتشر عدى عمر عدى عمر عدى عمر خطيرة الكورة عرضية أرضية ممكن التعادل التعادل من جوزيف جوناثان يعود فيوتشر قلت لك اقترب فيوتشر قلت لك فيوتشر خطير يعود جوزيف جوناثان بعد مجهود رائع جدا من عمر كمال عبد الواحد عدى عمر لعب الكورة عرضية أرضية وجوزيف جوناثان بالقدم اليسرى يعود بفيوتشر أفضل مسار مباراة ممتعة مباراة ممتازة هدف رائع هدف جميل شوف المرور عايز المرور هات لي المرور هات لي الإعادة قطع الكرة ممتاز تغيير اللعب ممتاز كل حاجة في الكرة ممتازة هدف ممتاز واحد اتنين تلاتة تيكي تاكا لفيوتشر لمسة من ناحية اليمين عمر كمال عدى وراح محمد شكري ما قدرش عليه ومرور رائع مرور مميز وجوزيف قال لك هات الكرة دي وفي الشباك الكرة في الشباك الكرة عمر كمال عدى يا ولد يا عمر يا ولد يا عمر هدف جميل هدف رائع أكاد من فرط الجمال يذوب يا فيوتشر والله هدف رائع هدف جميل واحد واحد فيوتشر يعود للمسار الصحيح بعد نقلة والتانية والتالتة والرابعة والرابعة كانت في الشباك بعد مرور من عمر كمال سامحني يا جوزيف سامحني يا جوزيف ولكن الهدف ده يحسب لعمر كمال مجهود عمر كمال شوف مجهود واضح على وجه عمر كمال عمل مجهود فردي وراح